عليكم السلام. هلو ايفريبادي، معاكم دكتور احمد نوح معهد بحوث البترول. انا فتحت السكرين عشان طبعا اهلا بيكم في محاضره النهارده. المحاضره مدتها تقريبا هي ساعه ابو حميد، مظبوط؟ بالظبط يا دكتور ان شاء الله. تمام. المحاضره عنوانها الفورميشن دامج وتاثيره بالعربي وتاثيره على البرودكتيفيتي بتاعت الريزرفوار. دي محاضرة كنت أنا مشترك بيها في مؤتمر زي ما أنتم شايفين كده في أبكم جروب في أمريكا في تكساس من فترة، وقدمتها تاني في ألمانيا بعدها فترة، وقدمتها في وزارة البترول هنا في مصر، لأن الموضوع ده بيأرق العالم كله. طبعا أنا ما عنديش أهم من الريزرفوار بتاعي عشان أهتم بيه، هو إحنا بنحفر ليه ولا بنعمل اكسبلوريشن ليه؟ فور أويل طبعا، والأويل ده بيتأثر بالسلب لعوامل كتيرة جدا. مقدمة عني كده بسيطة جدا، هو أنا اشتغلت في بيكر هيوز انتك بي دي طبعا دايركشن دريلر، وكنا امبارح في مؤتمر ايجيكس بتاع البترول كنا بنتكلم على الاوتو تراك والدايركشن دريلينج والحفر المائل واخر تقنيات الحفر بال 3 دي موديلنج، سواء سايزميك موديل او سواء انك بتعمل ريزرفوار موديلنج وايل دريلينج، دي حاجة جديدة جدا يعني. والفيديو موجود لو اي حد ياخد الايميلات بتاعتي من الباشمهندس محمد ويتواصل معايا في موضوع الدريلنج، لو حد عايز اي حاجه في موضوع الدريلنج. الحمد لله رب العالمين اشتغلنا فتره كبيره قوي في بيكر، حوالي 16 سنه في الدريلنج. بس النهارده هنتكلم على توبيك مختلف شويه، اللي هو يهمنا ان انا بحفر ليه؟ تو جيت ذا اويل. طب بعمل ايه؟ المشكله اللي بتحصل، المشكله اللي ممكن تحصل لي، التاثير الامباكت اوف ذا فورميشن دامج اون ويل برودكتيفيتي. انا بستأذن حضراتكم بس عشان ان انا بحب دايما الناس تبقى موجوده معايا وشيرنج نوليدج. انا عايز اسال يعني ايه فورميشن دامج، عشان احنا هنبتدي دلوقتي نتكلم يعني ايه فورميشن دامج يا جماعه. انا عايز اعرفه، ممكن حد يعرفه منكم كده بعد اذنكم يفتح كده الصوت ويتكلمني؟ مش مهندسين من مصر او من ليبيا، حد يرد عليا يقول لي يعني ايه فورميشن دامج؟ I think formation damage that mean we cannot get production from the reservoir or lake of oil coming from these reservoirs. Agree. أنا متفق مع حضرتك تماما. طب إيه السبب؟ I think also the main reason that's lost the porosity or permeability, which can let oil pass through the reservoir and then lifting up to the surface. Okay, I agree with you again. Could we speak in English or in Arabic or both or whatever? يعني because I'm asking you in Arabic and you repeat it in English. Why we should going through this? I'm sorry. Okay. No problem. I have no problem to speak English for speaking hours. Speak in Arabic. But let us speak in Arabic to summarize what we said and to get the point. Okay? Sure. فجماعة العملية بسيطة جدا، وعايزين نبسط على نفسنا العملية. العلم جميل وسهل، والموضوع اللي احنا بنتكلم عنه ده very very interesting. بيتناول موضوع جيولوجي وموضوع كيميائي وموضوع هندسي بحت. ليه؟ انا بتكلم على ريزرفوار، ما ريزرفوار انجينيرنج قايمه على حاجتين، على الروك وعلى الفلويد. الروك بما يحتويه من بروستي وبرميابيليتي وساتوريشن وكابلاري بريشر وريلاتيف بيرم، كل العوامل اللي ممكن تتكلم عنها كروك. اما بالنسبه للفلويد، احنا بنتكلم على الفلويد موفمنت والفيسكوستي والاي بي اي والبابلينج بوينت والديو بوينت، لهم علاقه ببعض. يس لهم علاقه، ما هو ده ريزرفوار انجينيرنج قايمه على الرجلين دول. انت مش ممكن تقف على رجل واحده، تقف على الرجلين، هي ايه؟ الروك والفلويد. طيب لما بشتغل على الروك والفلويد، الفلويد بتاعي هو الاويل والجازس، بيحصل فيه امبير. امبير يعني اعاقه لعمليه البرودكشن زي ما عليك قلت بالظبط. طب ليه بيحصل الاعاقه دي؟ الاعاقه دي بتحصل نتيجه ان البور هول ثرويلز او حنجره البير بتتسد لاي سبب من الاسباب. بتتسد ليه حنجره البير؟ علشان بيحصل فيه ريدكشن للبرميابيليتي، هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. البرميابيليتي بيحصل فيها ريدكشن. طب بتحصل فيها ريدكشن لعوامل انا عاملها بايدي غصب او غصب عني، ان بيربوس الانسان بيعملها،
او غصب عنه بتحصل طبيعي نتيجه الفورميشن نفسه التندنسي بتاعته. وهدي لك مثال بسيط جدا. لما باجي احفر البير كقصه حفر البير زي الفيديو اللي احنا هنشوفه حالا دلوقتي، ولازم يبقى عندنا تصور لعمليه الدريلنج نفسها عشان اعرف امتى هيحصل فورميشن دامج من مراحل حفر البير. زي ما انت شايف كده الرسمه الجميله اللي قدامك دي فيها جزء البور هول نفسه اللي هو باللون الاصفر اللي قدامك ده، وحكايه السكين دي هي عباره عن فيو سنتيمتر او فيو مليمتر حوالين البور هول اللي هي فيها المات كيك زون والنون انفيدد زون والانفيدد زون. بعدها هتبص تلاقي في الفراكشر اللي حصل او نتيجه الفراك جوب اللي انت عملته او البيرفوريشن الاول وبعدين الفراك بعد كده، سواء بالاسيدايزنج او بالهيدروليك فراكنج، بيحصل فيه نوع من الريدكشن للبور هول ثرويتس دي بتتسد. لما تتسد تلاقي البريشر بتاع البير يقل والفلو ريت بتاعك يقل. هو ده الفورميشن دامج، تعريفه علميا امبيربل مابيليتي او برمابيليتي ريدكشن. البرمابيليتي يحصل فيها ريدكشن ليه؟ هنتكلم عن الكلام ده دلوقتي. يبقى البرزنتيشن دي احنا قدمناها قبل كده في امريكا وفي المانيا وحاجه كويسه قوي. طب انا اعرف منين ان في فورميشن دامج او الديفينيشن؟ المقاطعه، معذره على المقاطعه، السكرين مش طالعه يعني عشان ثانيه واحده. هي حضرتك يعني السلايد انا شايفها، ربما عندنا في مشكله. ممكن ممكن حضرتك ممكن تجرب تقفل البرنامج مثلا وتفتحه، المشكله تتحل ان شاء الله. تمام، هو عامل اكتيفيشن للبرنامج لانه ظهر فعلا الباشمهندس محمد عمل تشيت مان. اتفضل يا دكتور. ايه ظهرت؟ هي ظاهره مفيش فيها مشكله. طيب تمام، انا بس نفهم الدنيا ماشيه ازاي ونعمل شيرنج للفيديو ده نفسه. الفيديو ظاهر قدامكم كده يا جماعه؟ الفيديو ظاهره بس هو مش هيطلع في صوت يا دكتور، مش هيطلع في صوت. ليه بقى؟ عشان اكيد حضرتك مركب سماعات. حضرتك مستعمل سماعات ولا دي بسماعات الكمبيوتر؟ لا عادي، لا سماعات عاديه، هو ممكن يطلع صوت عندك عادي. ايوه لو حضرتك مش عارف. طب جرب كده، هو مش هيطلع صوت كده؟ مفيش صوت لان حضرتك اكيد مركب سماعات او كده، فالصوت مش هيوصل لنا. فندم ده على طول بيوصل لاي حد. طيب ما علينا، نبص على الفيديو ده ونتكلم عنه. زي ما انت شايف روبلتس يعني هيستوريك باك جراوند كده، طبعا عمليه الحق عمليه كومبلكس بروسيس شايف اخر الزيت اللي بيطلع عمل هانس الكور ريكفري سكندري اوبريشن. طبيعه قصه البير من اوله راح احضر الريكيشن تظبط المكان الريكيشن او اي مكان بالتابل جهزه معاه ولا سطر الهيد دكتور احمد. دكتور احمد الصوت انقطع يا استاذ احمد. لما الفيديو بيشتغل، هو الفيديو الصوت بيشتغل من غير الفيديو هو شغال، يعني الفيديو هو شغال الصوت مش شغال، صوت حضرتك مش طالع يعني. صوت انا كمان مش شغال؟ والفيديو شغال لكن دلوقتي كويس الصوت لما حضرتك بتوقف الصوره يعني بتاعت الفيديو. ممكن تجرب تكتم صوت الفيديو مثلا؟ اعمل ايه؟ ممكن تجرب تكتم صوت الفيديو، يعني تعمل ميوت للفيديو نفسه، يمكن ده اللي مقصر مثلا. ممكن تجرب تشغل وتتكلم كده.
طيب تمام. هو الفيرست تاسك ان انا بجهز البير للوكيشن زي ما احنا شايفين كده بما فيها الريكومبوننت. واضح الصوت؟ الصوت دلوقتي واضح. تمام. طبعا عارفين كلنا الريج والريكومبوننت. اما بجهز اللوكيشن فور دريلينج اوبريشن بحتاج سيفرال سيرفيس كومبانيز، وبحتاج طبعا ان اعمل ريجنج اب للديريك وللدوج هاوس وللبلاوت بريفنتر والبور بوي سيبريتور والجنريتورز والتنكات اللي عندي والبمبات وكل ده والكوم يونت اللي هي بتاعه الويل كنترول. كل الاجزاء بتاعه البريمه دي يو شود كيبت ان يور مايند وايل دريلينج ذا ويل. دي اول حاجه. بعد عمليه الاستكشاف بنحدد اللونج ولات بتاع البير، بنسنتر البير، بننزل نحفر بير سواء فيرتيكال او دايركشن. دي عمليه الحفر. طب وبعد كده؟ بعد كده بنبتدي ننزل تحت بالدريل سترينج زي ما احنا هنشوف دلوقتي حالا، من تحت البلو اوت بريفنتر زي ما انت شايف الدريل سترينج موجوده جوه البلو اوت بريفنتر من جوه. ينزل يحفر البيت الدريلينج بيت اكوردنج تو ذا سايز لغايه دبث معين، ويبتدي بالدريل سترينج يخلص عند الووتر دبث بلو ذا ووتر دبث، يعمل بول اوت اوف هول للدريل سترينج، يحط الكيسنج والسيمنت بعدهم على طول. سوري هو خرج ليه مش عارف. تاني حاجه ينزل لغايه دبث تاني هو محدده قبل كده اكوردنج تو ذا ويل ديزاين، ينزل يحفر. انا ليه بعرض الفيديو ده واحنا كلنا عارفينه؟ علشان انا بتكلم على دريلينج اوبريشن. هل الدريلينج اوبريشن مسؤوله الى حد ما بنسبه معينه عن الفورميشن دامج وعلى ان البرمابيليتي يحصل لها ريدكشن؟ حد يجاوبنا يا جماعه. اعتقد لها، لان هي انا بستخدم كيميكالز، بستخدم مض. مظبوط. انا يعني انا بدخل جوه الفورميشن وبتعامل معاه. برافو. انا بعمل دايركت كونتاكت مع الفورميشن بايه؟ بسوائل الحفر. سوائل الحفر دي كيميكالز. برافو. زي ما الاخ الباشمهندس اسمه ايه بقى؟ يسري السيد. هو مفيش غيرك يا باشمهندس يسري ولا ايه؟ انا حاسس ان انا بدي لك الكورس لوحدك يعني. الجماعه اللي معايا احنا لو قاعدين دلوقتي كنتوا اتفرجتوا، ممنوع حد يبقى معايا غير ما يكون منتبه تماما، والا ملوش لازمه اللي احنا بنعمله. لا لك يس. لا معك دكتور احمد، معك الله يفتح عليك. تمام موجودين معك يا دكتور. الله يفتح عليك. فاهم الحديث ما شاء الله. فاهم. لا معك كلنا ان شاء الله. الله يفتح عليك. دلوقتي زي ما الباشمهندس بيقول ان انا عندي دايركت كونتاكت مع الفورميشن، يعني انا محتك مع الفورميشن. الدريلنج فلويد او سوائل الحفر دي هي عباره عن ايه؟ ليكويد فيس وسوليد فيس. طب ايه مشكلتك يعني؟ انا عندي مشكله ان الليكويد دي ممكن تتفاعل مع الليكويد بتاعت الطبقات نفسها او فورميشن اللي هي الجازس والاويل والووتر، وبيحصل فيه نوع من الفورميشن دامج اللي هي بيسميها بي اتش تشينج ما بين الفلويد اللي انت بتعمل له انجكشن ده اللي هو الطفله او سائل الحفر او دريلنج فلويد والفلويد اللي جوه الفورميشن دي واحده. يبقى فلويد انتر اكشن ده مهم جدا. طب فلويد روك انتر اكشن، الفلويد اللي هو الدريلنج فلويد اللي انا بحفر بيه ده مع الروك كومبوننت نفسها، وعلى سبيل المثال ممكن يبقى جواه كيميكال زي ما الباشمهندس بيقول، يدوب الكالسيوم كربونات فور اكزامبل، يبقى فيها اسيدز، يدوب الكالسيوم كربونات ويسيب ريزيديو ويقفل البورز. طالما اتقفلت البورز يبقى البرمابيليتي قلت. بس كان في نقطه كده الباشمهندس يوسف بيتكلم على البروستي، انا ما بتكلمش على البروستي خالص، ده ممكن تزود البروستي بس تقلل البرمابيليتي. في فرق شاسع ما بين البروستي والبرمابيليتي. البرمابيليتي هي الانتر كونكتد بين البورز، ان البورز بتنيها مفتوحه زي تشانل كده زي دي بالظبط. اما البورز نسبه البورز دي مش مهتم بيها انا قوي في البرودكشن. اهم حاجه بالنسبه لي طول ما البرمابيليتي موجوده انا بنتج بايه؟ بحاجه اسمها البرمابيليتي اندكس او البرودكشن اندكس اللي هو البي اي which is equal الكي اللي هي البرمابيليتي مضروبه في الثيكنس بتاعه البيزون في الطبقه الحمراء اللي قدامي دي. فانا طول ما انا الثيكنس ثابت يبقى اللي هتتغير البرمابيليتي. بالتالي طول ما انا محافظ على البرمابيليتي مفتوحه وفي بور هول ثرويتس يبقى انا مفيش مشكله عندي. اما لو حصل ان انا بحقن بدريلنج فلويد والدريلنج فلويد ده فيه ليكويد بتتفاعل مع الليكويد او الليكويد بتتفاعل مع السوليدز بتتفاعل مع الروك كومبوننت مع المينرالز اللي جوه وبتعمل نوع من التفاعل، ده تفاعل كيميائي ممكن يؤدي لي الى فورميشن دامج. وممكن كمان يبقى عندي طبقه كلي زي الطبقه دي الومنيوم سيليكيت تاخد مني الووتر او الووتر بيز مج او نسبه الميه البسيطه في الاويل بيز مج وتعمل مشكله كبيره سويلنج وتعمل كولابس، وخصوصا لو عندي ساندي كلي فورميشن او شيلي ساند فورميشن، يعني فورميشن مخلط كده مش هوموجينس،
تقفل البرز تماما على طريق الزيت وبالتالي برمابيليتي ريدكشن وبالتالي فورميشن دامج. يبقى انا ليه بعمل الفيديو؟ علشان اقول ان في ثلاث انواع من التفاعلات. التفاعل الاولاني ما بين الفلويد بتاعه الدريلنج فلويد وما بين الفلويد اللي جوه الفورميشن وما بين الفلويد اللي انا بحقنها وما بين الروك او السوليدز بتاعه الفورميشن او ما بين السوليدز نفسها بتاعه المض اللي هي البارايت والبنتونايت والكوستيك صودا والصودا اش والبوليمرز الموجوده مع السوليدز بتاعه الفورميشن بتكسرها بتدخل عليها بتفتتها وبتحولها ما يسمى الفاين مايجريشن تكسرها الحتت وخصوصا السيلت ستون فيري فاين ماتيريال اقل من 2 مايكرون وتخش عليها تحركها لي. طب وايه المشكله؟ انها تتجمع الفيري فاين ماتيريال دي وتترسب على البوتوم وبتعمل لي نوع من البرمابيليتي ريدكشن وحنجره البير تبقى فل. هو ده اللي انا بعرض بيه الفيديو عشان تبقى فاهم ان موضوع الحفر مسؤوليه الى حد كبير عن موضوع الفورميشن دامج. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه ان الـ حتى الكيسنج وهي نازله الواير لاين طبعا ما ممكن ما يبقاش مسؤول قوي عن الفورميشن دامج. خلاص هو مجرد انه بيعمل واير لاين وخصوصا لو في ال دبليو دي حاجه احدث منه شويه. بعد كده بيطلع الوير لاين بعد ما بيعمل فورميشن ايفالويشن روك وفلويد ويطلع بعد كده بول اوت اوف هول وذ لوجينج تول وينزل بالكيسنج والسيمي. هل الكيسنج والسيمي مسؤوله عن الفورميشن دامج؟ يس. الى حد ما الكيسنج نازله بتبقى فيري تايت مع الهول بتنزل لي نوع بتعمل نوع من البريشر على الفورميشن اجينست الفورميشن تعمل لي كولابس في الفورميشن. ده كيس الاسمنت فيري هيفي عن الفورميشن وعن الضغط اللي ممكن يتحمله ممكن اكسر حوالين الفورميشن واعمل انفيجن من السيمنت لانه اتقل شويه. حتى عمليه البرفوريشن اللي بيجهز لها دلوقتي اول ما بينزل البرفوريتد تول بالواير لاين يحدد البرفوريتد انترفال بالظبط عشان يخرم في الكيسنج وفي الاسمنت زي ما احنا شايفين بالظبط اهو بيعمل لها اجنيشن. برضه البرفوريشن مسؤوله عن الفورميشن دامج. مفيش احسن من الفيديو ده عشان تفهم فورميشن دامج. بعد ما بتنزل دي الستبس بتاعت البير هل الكلام ده مسؤول عن الفورميشن دامج؟ يس. حتى جوب الفراك. طب ما انا بعمل فراك وغصب عني ان انا الانترفال دي مش كفايه ان انا انتج منها فبنزل اسيدز جوه هنا او بروبانت اللي هو بيسموها اسيدايزنج او حتى النوع الثاني اللي هو الهيدروليك فراكنج بالبروبانت او بساند عند بريشر عالي. دي مسؤوله كمان على انه بيعمل فراكشر في الفورميشن وبيؤدي لي صحيح بيزود الانتاجيه في وقت بس بعد كده بتجي لي كل الكاتنج دي تاني بتتجمع على البور هولتر ويتس وبتقفل البوز وفورميشن دامج. خلاص كل الكلام ده موجود عندنا ومسجل علميا ولازم اعرف سبب الفورميشن دامج اللي بيه اقدر اعالجه كعلاج مباشر زي ما احنا هنشوف في البرزنتيشن حالا دلوقتي. يبقى كل الخطوات بتاعت البير من اول الحفر مرورا بالانتاج مرورا حتى بالهيدروليك فراكنج او بالبرفوريشن او الاسيدايزنج كل ده مسؤول عن حدوث الفورميشن دامج. نبتدي نعمل شيرنج السكرين تاني على الجزء بتاعنا بقى بتاع الستوب شيرنج الفيديو ونتكلم تاني على البرزنتيشن بتاعتنا اللي هي كله شايف البرزنتيشن مظبوط؟ So we can define the formation damage as any process to impair permeability of the reservoir formation. يعني هي العملية اللي بتؤدي لي إلى إعاقة لعملية البرمابيليتي اللي عندي. Such hydrocarbon production is reduced وبالتالي البرودكشن ريديوس. ليه برودكشن ريديوس؟ لان انا بنتج بمعادله حسابيه اسمها البي اي البرودكشن اندكس اللي بتساوي البرمابيليتي في الثيكنس. قلنا الثيكنس ثابت اما اللي هيتغير عندي البرمابيليتي فالبرمابيليتي قلت شو راح يحصل عندي هيدروكربون برودكشن تقل. وايل ذا فورميشن دامج اوكير ان اول ستيج ديورينج دريلينج اولسو ديورينج ريميديال اكشن او التريتمنت اللي انت بتعملها سواء هيدروليك فراكنج او سيدايزنج او حتى انهانسد اور ريكفري لان بتحقن كيميكالز والكيميكالز دي بتتفاعل جوه فبيحصل حتى ديورينج برودكشن وحاسبت لك الكلام ده بالقلم والورقه. هو هنا رسم لي رسمه بيقول لي حتى حدوثه اثناء البيرفوريشن نفسها وتخريم الكيسنج تخريم الاسمنت وتختيم الفورميشن بيؤدي لي الى فورميشن دامج. يبقى عندي الفورميشن دامج تعريفه ببساطه شديده جدا ان البرميابيليتي يحصل فيها ريدكشن نتيجه العوامل اللي ممكن انا اعملها بايدي اللي هي اثناء عمليه الحفر او اثناء معالجه البير نفسه او حتى اثناء عمليه الانتاج. والكلام ده مظبوط مش كلامي انا. طب بعرف منين ان انا بيحصل عندي برودكشن لوسز المكتوبه بخط احمر دي؟ في بروبلم عندي. ايه مشكلتك؟
خدنا ابار في بدر الدين حوالي 30 40 بير وعملنا لهم دراسه في مصر، ومقدم بيه مشروع لوزاره البترول. لغايه دلوقتي بقى لي سنتين اتنين بقاتي وبخبط على الباب، وعملت برزنتيشن قدام النواب الوزير، بس للاسف الشديد لغايه النهارده المشروع ما اتقبلش. والباشمهندس عارف محمد وقابلني في ماليزيا، كنت بدي كورس فورميشن دامج هناك، ومطالبين بماشين اسمها فورميشن دامج سيل عشان تقدر تعمل اناليسز. العينات بتتحلل بخمس 6000 دولار وبتسافر ماليزيا وبتسافر انجلترا عشان تتحلل، عينات غاليه جدا. احنا طالبين ماشين، الماشين دي بحوالي 25 مليون، هي المسؤوله عن كانها تعمل سيميوليشن او محاكاه للي بيحصل. طب اعرف منين ان انا بيحصل عندي المشكله اللي عندي في ابار بدر الدين؟ اقول لك انا ببساطه شديده جدا، لو بصيت على الرسمه اللي جايه دي، لو عندك رسمه في اي مكان في ليبيا او في مكان في مصر، ده على سبيل المثال لابار في مصر الاويل بارل بير دي او بالستاندرد كيوبيك فيت لو غازات. دي الابار دي زي ما انت شايف الخط الازرق او الماجنتا كالر ده للاويل كم برميل في اليوم. فكان بير من الابار في بدر الدين في منطقه في الصحراء الغربيه عندنا على حدود ليبيا كده، المنطقه دي كانت بتنتج. انا على فكره اديت كورسات لناس ليبيين كتير قوي في تركيا يعني، بس ما اعرفش بقى تبع مين يعني، فبسكت يعني. المهم نرجع تاني نقول ان مثلا بيبتدي ب 2000 برميل في اليوم، ده انتاج بير من الابار في سنه 89. شويه بلاقي البير انتاجه وصل ل 5000 برميل في اليوم، شويه الاقيه عمال يقع مني. وقع ليه يا جماعه؟ ده سؤالي، وقع ليه الانتاج بتاع البير هنا في سنه 92 بعد سنه او اتنين؟ ليه؟ انا بسال. الميكانيزم بتاع البير مثلا هو ووتر درايف ولا غاز كاب ولا الميكانيزم بتاع البير قلت، فضروري ننتجه بدل من الناس. ليه بقى المهندس قلت؟ قلت بحكم من عملية السحب اللي صارت من الريزرفوار، فضروري كل حاجة بتقول لي ان كل حاجة في مكانها والزيت ما زال موجود، بس حصل نوع من المشكلة. ايه هي المشكلة؟ هذا ما نعم انت سامحني. ممكن بحكم ان البير في السكرت، فلهذا ضروري انا نمشي نقيس سكين فاكتور. هو انا عايز اسمع الكلمه دي، سكين فاكتور او ايكوال كده فورميشن دامج. امال احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ مش احنا بنتكلم عن فورميشن دامج دلوقتي؟ اكيد. هو ده اللي حصل، ان 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 من خلال اللوجينج تول اللي بتنزل في البير لقوا ان البير بريشر بتاعه بيقل من خلال حاجتين اتنين. اقول لك من خلال ايه؟ سوفت وير اللي هو البايب سيم اللي حطه، والانترفال ترانزيت تايم، والبريشر اناليسيس اللي محطوطه على الكريزما ستري من فوق على الولاد، والسوفت وير بتاعنا بيقول لي ان انا انتاج البير بيقع مني. دي نمرة واحد. تاني حاجه بلاقي فيه ديكلاين في الكيرف بتاع البرودكشن اللي هو ده اللي انت شايفه ده. فطالما عندي الانتاج بتاع البير بيقل مع الدرايف ميكانيزم زي ما الباشمهندس بيقول، في ووتر بيزيد على حساب الاويل وما زال في اويل تحت، بس انا بنتج ميه والبير، لان في نوع من الفورميشن دامج حصل، في نوع من البرميابيليتي ريدكشن حصل. طب ليه؟ هنعرف ليه. يبقى هو ده اللي انا اقدر اوصف بيه، واوصف يعني ايه؟ اعرف بيه المشكله حصلت فين. فاحنا جبنا عده ابار من بدر الدين، عملنا لها البريشر ترانزيت اناليسيس تايم، وحطينا هنا طبعا على كريزما ستريم موجود البريشر فالف او الجيج بتاعنا بتاع الضغط وبتاع الفلوريت، لقيناهم عمالين يقلوا مع الوقت زي ما انت شايف كده. كام برميل في اليوم؟ كانوا خمسه وقعوا. طيب هنا انتاج زاد ليه؟ لان احنا سالنا في المنطقه دي سنه 93 عملوا انهانسد اور ريكفري، البير انتاجه زاد تاني من 2000 ل 3000 ووقعوا تاني. ليه حصل يا جماعه؟ رغم ان انا عملت اي او ار او انهانسد اور ريكفري كيميكلز، وقع انتاج البير تاني بعد سنه واحده. ليه؟ لان دي كيميكلز، والكيميكلز ترسبت في البير تاني بعد ما فتحت البير وفتحت البور هورتر ويتس وزودت البرميابيليتي. الوقت البير اتسد. ليه؟ هنقول ليه الكلام ده كله. ده فورميشن دامج زي ما انت شايف كمان البريشر كيرف بتاع البير اللي على ايدك الشمال، مع الوقت او مع عدد السنين عمال يقع من البريشر كيرف. طب انا عندي دلوقتي دكتور دكتور تسمع فيا؟ مش حتى علشان الكيميكالز بس صح؟ يعني مرات حتى عشان عن طريق البربريشن بالضبط يكون في عندي شوية ترسبات، يعني كل مرة أنا ندير بربريشن وهك فيسد مع الوقت فتقل البرمابيليتي. برافو عليك. الأسباب دي هنتكلم عنها، ده كلام جميل جدا. هنتكلم عن
كده دلوقتي حالا هو مش شرط ده سبب من الاسباب ان حصل فيه امبير عندي للبرنابيليتي لاي سبب. طب هنشوف الاسباب دي ونشوف التفاعلات ونحصرها عشان نقدر نعالجها. انا مثلا لما واحد بيتعب بيروح لدكتور فبيقول له اعمل لي اشعاعات. هنشوف ايه انواع الاشعاعات عشان نوصف ومن خلال التوصيف نحط الدواء المناسب للعلاج المناسب. فاذا كان عندي بريشر بيقل والعدد البراميل بيقل في اليوم او عدد الكيوبيك فيت بيقل في اليوم، فبالتالي عندي اجنده كده هنقود من خلالها العمليه. الميثودولوجي بتاعتنا من خلال كيس ستادي ومن خلال اكسبيرمنتال ورك. طب الاكسبيرمنتال ورك عايز تعمل فيه ايه؟ الدراسه كانت تتناول كور فلادنج تيست which has been used to determine the causes and the degree of extent of damage. وعن طريق السكان الكترون ميكروسكوب يا جماعه الاس اي ام عايز اعرف البور شكلها ايه وتوزيعه الفلويد شكلها ايه والاكسترنال فيتشرز بتاعه الفيتشرز نفسها بتاعه المينرولوجي عامله ازاي والانترنال فيتشرز عشان من خلال كده اقدر اوصف. ومن خلال كيس ستادي كمان لقينا ان انتاج ابار البترول في مصر بيقع من 10% ل 40% تقريبا في ابار بدر الدين زي ما احنا شايفين كده بتقل مع الوقت. يبقى انا عندي الميثودولوجي قايمه على حاجتين، عندي مشكله ايه هي البروبلم ستيتمنت اللي عندي، عندي بروبلم ستيتمنت ان انا عندي البرودكشن بيقل. طب ايه تفكيرك يعني في الموضوع ان انا هعالجه عن طريق حاجتين، هدرس كيس ستادي وهدرس كمان اكسبيرمنتال ورك. وهنا دخل موضوع الذكاء الاصطناعي اللي انا احب انوه عنه ان انا ممكن من خلال هيستوري لبير اتحفر في منطقه واعرف سبب الفورميشن دامج اوصفه اقارنه بالبير اللي انا موجود عليه واعمل هيستوري ماتش او اعمل تقييم او اعمل كومباريزون ما بين الاكشوال كيس ستادي وما بين الكيس ستادي اللي انا واقف عليها واشوف نسبه الايرور واعمل اوبتمايز للبرودكشن في البير اللي انا واقف عليه واشوف نسبه الايرور عشان اتحاشاه بير جاي وهو ما يسمى البريدكشن وهو ما يسمى الماشين ليرنينج او الذكاء الاصطناعي. بس تنويه بسيط وان كان الموضوع اكبر من الكلمتين اللي انا قلتهم دول. زي ما انتم شايفين كده هي دي السيل فورميشن دام السيل يعني ده شكلها الحقيقي. طب شكلها ايه بقى من جوه؟ هي ببساطه شديده جدا بجيب كور سامبل. دكتور معلش حضرتك في سلايد رقم 3. طب ثانيه واحده اتفضل. بتقول يا باشمهندس السلايد مش باينه؟ حضرتك في السلايد رقم 3. انا دلوقتي في سلايد بعد الثلاثه. لا السلايدز مش بتتحرك فممكن كده قدامكم؟ كده تمام. دي الفورميشن دام السيل اللي انا بتكلم عنها. هل اللي فاتت دي كانت موجوده قدامكم يا جماعه؟ دي كانت موجودين قدامكم البرودكشن ده؟ لا اخر حاجه وصلت كانت رقم. طيب بص كده ده البرودكشن اللي حصل في ابار بدر الدين بيقل مع الوقت، بتبص تلاقيه يزيد وبعدين يقل وبعدين اعمل انهانسمنت ويقع. فانا بعرف ان حصل فيه ريدكشن من الكيرف ده ومن الكيرف بتاع البريشر كيرف مع تايم بيقع مع تايم، ومن خلال ده اقدر اخش على الاندر ازاي على كل رونجز او فيتات الاستعامه لكل سامبل وسكان الكترون ميكروسكوبي وتم وسم واكس راي ديفراكشن عشان اعرف نوع المينرولوجي، وكمان من خلال كيس ستادي لابار بدر الدين اللي لقيناها بتقل بنسبه من 10 ل 40%. هي دي الماشين اللي هي بتاعه الفورميشن دام السيل اللي انتم شايفينها قدام عينيكم دي. كله شايفها؟ تمام يا دكتور. تمام. الفورميشن دام السيل دي عباره عن ايه؟ هي سيل مجازا يطلق عليها رج او سيل، وزي ما احنا زي ما قلنا كده الباشمهندس محمد بيساعدنا ان احنا نجيب سيل زي دي هنا في معهد بحوث البترول ده ربنا كرم ووافقنا على الفند ده. موجوده من جوه ان انا بحط جواها كور سامبل. انتوا كلكم عارفين يعني ايه كور سامبل صح؟ ده شكل العينة الكور، كله شايفها كده صح؟ تمام. عينة الكور اللي قدامكم دي عينة حقيقية متاخدة من بير لايم ستون. أنا قاعد معايا باشمهندس عصام مسجل معايا ماجستير عن الويتابيليتي وهيكلمنا شوية عن الويتابيليتي في الحتة بتاعة الفورميشن دامج. أنا الكور سامبل زي ما أنت شايف كده
لو انا شلتها كده حطيتها على السيرفس ما بتبقاش نفسها ريبريزنتيف للريزرفوار، فلازم احطها اندر ريزرفوار كونديشن زي ما السلايد بتقول كور سامبل اندر ريزرفوار كونديشن من ناحيه البريشر ومن ناحيه التمبرشر. اذروايز يو كان نوت جيت اني اكيوريت داتا او اكيوريت اناليسيس، ات شود بي اندر ريزرفوار كونديشن. ذس از نمبر 1. بتتحط بالشكل ده وبعمل لها سيميوليشن لعمليه الحقن سائل الحفر فيها، وادي شكل العينه سائل الحفر حقيقي اهو جايبه من دير اهو اللي انتم شايفينه ده اويل بيز مارك زي ما انتم شايفين كده، وبحقن السامبل بيه بنفس الفلوريت ونفس الدريلنج فلويد بارامترز اللي موجوده على الريك سايت، يعني مثلا البي في واليلد وجيل السيلنس وكل المواصفات. ليه معريك بتعمل كده؟ عشان تعمل سيميوليشن لعمليه الانجكشن بتاع الفلوريت بتاع الفلويد. طب وبعدين ما هو ده بيعمل سيميوليشن لعمليه الحفر والتفاعلات جوه السل اللي انتوا شايفينها اللي فاتت ديت اهي السل اللي فاتت دي اهي جوه السل دي بيحصل انها بتصور لي بالفيديو وتاخد لقطات سناب شوتس لكل اللي بيحصل جوه الفورميشن من عمليه تفاعل من الفلويد فلويد انتر اكشن روك فلويد انتر اكشن اللي انتوا شايفينه ده. ده جزء من رسالة ماجستير أنا مشرف عليها في جامعة القاهرة عن الفورميشن دامج في اللايمستون أو في عينة لايمستون. دي هتتناقش مثلا بعد أسبوعين. دي فشغلت واحد على الساندستون وشغلت واحد على اللايمستون. بتاع الساندستون خلص، بتاع اللايمستون بيتكلم على فورميشن دامج بيحصل نتيجة عوامل معينة، ودي المناقشة بتاعت الطالب ده. طيب إيه اللي بيحصل؟ في ثلاث انواع التفاعلات لسه متكلمين عنهم: فلويد فلويد انتر اكشن، روك فلويد انتر اكشن، سوليد روك انتر اكشن. وهو ده اللي احنا عايزين نقوله. طب ده عمليه الحفر، عمليه الانتاج بعمل سيميوليشن للكور سامبل وبجيب عينه زيت حقيقيه اهي برضه عشان تبقوا انتوا متخيلين معايا اهي. ادي عينه زيت حقيقيه بعمل لها انجكشن في الاتجاه العكسي وبعمل سيميوليشن للبرودكشن وبشوف برضه امتى حصل فورميشن دامج. هل حصل اثناء عمليه الدريلنج فلويد في الاتجاه ده ولا عمليه البرودكشن في الاتجاه الثاني؟ ومن خلال العمليه دي اقدر اوصف واقدر اعالج من خلال موضوع علمي بحت، لان انا لو عملتها كده وزي ما بيحصل واناليسز من غير ما اشوف ايه اللي حصل، لان قرينا كتير وسافرنا بقى امريكا اكتر من مره لموضوع الفورميشن دامج ده، والناس هناك كانوا عارضين علينا جوب اوفر في جامعه هيوستن في تكساس ان احنا نقعد بيزد ونعمل بس ابحاث خاصه بالموضوع ده. طيب احنا بنقول الفورميشن دامج ده حصل نتيجه ايه؟ انا لسه قايلين اهو اندر دريلنج اوبريشن بسبب المض، بسبب البلوكينج، بسبب الويتابيليتي التريشن هنتكلم عنها، بسبب الاسمنت ايوه، بسبب الفوريشن ايوه، بسبب الكومبليشن ايوه، بسبب الجرافل باكينج ايوه، بسبب البرودكشن ايوه، بسبب الاستيميوليشن، ان في الاخر بسبب عمليه الانجكشن اوبريشن. كويس؟ ثانيه واحده يا اذا عندنا عمليه الفورميشن دامج ممكن زي ما انا شغلت الفيديو كده ممكن تحصل نتيجه العمليات اللي انت شايفها دي، نتيجه الدريلنج اوبريشن، نتيجه السيمنتنج، نتيجه البرفوريشن، نتيجه الكومبليشن، نتيجه الجرافل باكينج، نتيجه البرودكشن، نتيجه الاستيميوليشن، وفاينالي ديورنج انجكشن اوبريشن زي الووتر انجكشن او الجاز انجكشن ويلز. زي ما احنا شايفين كده ممكن اقسمهم لثلاث حاجات حسب الميكانيزم بتاعته. فلويد فلويد انتر اكشن يعني ايه؟ ما احنا لسه متكلمين بقى، ولو ما شفتش الفيديو ما كنتش تخيلت معايا الفلويد اللي هو الدريلنج فلويد مع الفلويد اللي جوه بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه حاجه اسمها امالجن او انكومباتيبلتي او بي اتش تشينج ما بين الميه او ما بين الدريلنج فلويد اللي انت بتحقنه وما بين الفلويد اللي جوه. على سبيل المثال الفلويد ده والفلويد اللي جوه الفورميشن، الميه اللي جوه الفورميشن اللي هي بيسموها الفورميشن ووتر، او حتى الاويل اللي جوه الفورميشن. البي اتش تشينج ده بيرسم لي بعض الدبزز زي ما هنشوف. كمان الروك فلويد انتر اكشن بيحصل كلي سويلنج فور اكزامبل، ان الكلي اللي جوه ده اتاثر بالفلويد وحصل فيه سويلنج وكولابس، وعملنا رسائل كتير قوي في الموضوع ده. الفاين مايجريشن اللي بتتحرك نتيجه البرودكشن او حتى نتيجه السوليد روك انتر اكشن، السوليدز بتاعت المض اللي جواها اللي هي السوليد بارتس بتتاثر طبعا او بتخبط جوه الفورميشن وبتكسره وبتحوله لفاين بتتحرك. في حاجه اسمها الفريز ترابمنت وخصوصا في الجاز ريزرفوارز. الويتابيليتي اولتريشن وهنتكلم على واحده واحده بالديتيلز، لانك لو فهمت كده
بسهوله جدا تقدر تعالج. ليه؟ هو انا لو انا عالجت البير بوان شوت، ان انا قلت البير بتاعي ساند ستون زي اللايم ستون، نيفر. الساند ستون غير اللايم ستون. لو انا عندي ساند ستون لازم اعالجه بطريقه ثانيه او افكر بطريقه ثانيه، ولازم اعرف مش بس نوع الروك. على فكره الروك بتختلف من منطقه لمنطقه، يعني ممكن في بني غزه احفر في الجفره في الشمال او في الجنوب او في الشرق او في الغرب، الاقي حتى النوع الواحد من الساند ستون بيختلف. اقول لك ليه؟ مش عندنا في ساند ستون حاجه اسمها سيليشيوس ساند، ساند ملحوم بساند، او ساند ملحوم بارجيليشيوس ماتيريال اللي هو الشيل، او ساند ملحوم بكربونيت اللي هو الكالكيريا ساند. لازم اعرف نوع المينرولوجي عشان اقدر اعالج صح، لازم اوصف صح. يبقى لازم الفورميشن، كل فورميشن على حده، كل نوع فورميشن اقصد روك ساند ستون او شيل او لايم ستون على حده، وكمان اللوكاليتي نفسها بتتاثر بالديبوزيشن انفايرمنت وبالويتابيليتي اولتريشن. ومش بس كمان كده، لا انا بيتاثر عندي نوع الرياكشن اللي حصل، لازم ابقى فاهم هو جه منين الفورميشن دامج عشان اقدر اعالج صح. هل حصل نتيجه البكتيريا، ولا حصل نتيجه الويتابيليتي، ولا حصل نتيجه الفايل مايجريشن، ولا الفلويد فلويد انتر اكشن، ولا الروك فلويد انتر اكشن. ده مهم جدا جدا ابقى عارفه عشان اقدر اعالج صح. هو بيقول الميكانيزم كده جميلهم في الصوره دي، وزي ما احنا شايفين كده صوره للاسكان الكتروميكروسكوبي اللي بيسموها سم. انا بعتمد في معظم الابحاث بتاعتي شوانس عصام الروبي قاعد معايا في بيكر، عامل اكس راي ديفراكشن وتم وسم. انا دايما اعتمد على ده. ليه؟ معظمنا كمهندسين بترول وبتوع ريزرفوار ما بعتمدش قوي على شغل الجيولوجي، بروح جايب كيميكالز وحقينها في البير. ممكن الكيميكالز اللي انا حقينها في البير دي اتس نوت بروبر كانديديتس. ليه؟ حسبت لك انا، هي الروك دي عباره عن مش مينرالز، والمينرالز دي بتتاثر بالسلب او بالايجاب، في نوع منها اسمه هيدروفيلك وفي نوع منها اسمه هيدروفيلك. فانا وانا بحقن بدريلنج فلويد ممكن يبقى المينرالز اللي جوه الروك هيدروفيلك تحب الميه، او هيدروفوبيك طرد الميه، وبالتالي بتتاثر على قوه الاتراكشن فورسز او على ما يسمى الكونتاكت انجل الويتابيليتي او ما يسمى السيرفيس تنشن والانترفيشال تنشن. الانترفيشال تنشن ما بين تو فلويدز والسيرفيس تنشن ما بين الروك والفلويد، كل ده بيتاثر بالمينرولوجي. ايوه، يبقى لازم انا اعمل اكس راي ديفراكشن وتم وسم عشان اشوف الروك ماشيه ازاي، ومن خلالها اقسم بالله هتوجد الحل الصح. زي ما احنا شايفين كده فلويد فلويد انتر اكشن او روك فلويد انتر اكشن زي في السلايد الاولانيه، الفلويد بيخش جوه بيأثر لي بالسلب او بالايجاب، يا بيدوب او بيرسب حاجات معينه، او فلويد فلويد انتر اكشن الفلويد اللي هو اللي موجود اللي انت بتحقن بيه بيخش على الفلويد اللي جوه الميه وزيت والغاز وبيعمل بي اتش تشينج. ومن ضمنها الاكزامبل الكلي سويلنج. ربنا خلق الكلي اللي هو فيه بقى اللي هو الكلورايت والاللايت والمورتمور اللايت والكاولينايت، دي اسمها كلي مينرالز. طب وليه قسمناها التقسيم الصعب ده؟ انت لو استعنت بحد جيولوجي كويس هيقول لك الكلي نفسه انواع، والسويلنج بتاعه بيحصل انواع، هو بترسم في شكل فيزلز او رقائق عامله زي رقائق الكتاب اللي قدامك ده. يعني لو في قدامك كتاب كده فيزلز، فهو ربنا خلق الكلي بيترسم في شكل رقائق زي رقائق الكتاب ده. لما بينضغط عليه من فوق بيحصل فيه انه بيطرد الميه. طب ولما بتيجي طبقه فوق طبقه بيحصل فيه كومباكشن، الميه دي بتنطرد منها. اول ما تيجي معالج تحفره بطفله مائيه او طفله زيتيه بياخد نسبه الميه اللي عندك ده ويعمل سوينج فورميشن. في شيلي فورميشن او شيلي ساند فورميشن، عندنا في مصر في فورميشن اسمه ابمار فورميشن في الدلتا، عباره عن انتركليشن من الساند والشيل. الشيل ياخد الميه ويعمل سوينج حتى جوه البيزون، ويقفل عليك البورز ويعمل سوينج ويقفل عليك البورز وما تقدرش تنتج لان البرميليتي قلت. هل في طريقه نمنع بيها الكلام ده ونعالج؟ العلاج حاجه ثانيه، انا لسه بدور على المشكله. هل حصلت نتيجه كلي سويلنج، ولا حصلت نتيجه الحاجات اللي احنا قلنا عليها فلويد فلويد انتر اكشن او روك فلويد انتر اكشن، او حتى حصلت نتيجه السمكتايت اللي حصل ده؟ احنا غطينا السمكتايت، عملنا حاجه اسمها نانو كوتينج. نانو كوتينج يعني يا جماعه انا بجيب عينات نانو زي ما انت شايف كده، هي عينه صغيره من النانو، هي دي عينه صغيره. النانو هي ماتيريال باودر سكيل، يعني اقل من 100 نانومتر زي ما انت شايفها كده. العينات دي في الغالب اخترنا كذا نوع منها بنعمل بيها كوتينج. كوتينج يعني زي السيراميك بتاع العربيات، انت في حاجه اسمها نانو سيراميك بتاع العربيات، ونانو بينتنج زي ما انت شايف كده الطلاء اللي انت شايفه في الحيطه ده اهو.
الطلاء اللي انت شايفه ده بيبقى عليه نانو كوتينج. النانو كوتينج ده عشان يمنع الكلي ان هو يمص الماء. ودي طريقة نجحت وعملنا بيها تجارب ونجحنا فعلا ان من خلال النانو سكيل ده نقدر نغطي الصوت. راح يا دكتور احمد. ما فيش صوت. واضح ان في مشكلة في الانترنت عند دكتور احمد. لحظة واحدة وان شاء الله بتتحل. احمد النت عندك اتصل ولا انا اتصلت على دكتور احمد وهو بيعتذر ليكم بس الانترنت يعني في مشكله فهو بيعود الاتصال تاني ان شاء الله لحظات والمشكله تتحل. اوكي ما فيش مشكله احنا في الانتظار.
للأسف يا دكتور الصوت لسه بيقطع شوية. أيوة كده تمام. شمنسيل. كده تمام يا دكتور. حلو. الصوت لسه بيقطع شوية يا دكتور. باشمهندس محمد. ايوه دكتور احمد. ايوه دكتور احمد. طيب باين قدامك السكرين ظاهر لكن الصوت يعني كان بيقطع شويه، ممكن يكون اتظبط دلوقتي. تمام تمام. طيب لو جينا اتكلمنا على الفورميشن ده مش باي فاي مايجريشن، ما قلنا كده الفاي مايجريشن هي الفيري فاين ماتيريالز بتتحرك جوه الروك نفسها واللي على البور هول ثرويس او حنجره البير على الجينزي، ودي بيعملها تيشن. انا محتاج اعمل انا زي بتاع كده، بيروح لدكتور بيقول له انا عندي بعاني مثلا بطني بتوجعني، فبيقول له روح اعمل سونار على البطن او اعمل اشعه على البطن او اعمل لي ان ام ار او نيوكلير ماجنتيك ريزونانس. احنا كمان بنعمل اشعه على الرك، يعني الرك قدامي او سكان الكترومايكروسكوبي اللي بيسموها سيمي وتم. الفرق بين السكان الكترومايكروسكوبي هي بتتناول الاكسترنال فيتشرز بتاع الروك، الروك كلها زي ما انت شايف كده كروك ككورس جرين وفاين جرين. اما من ناحيه التم نفسها، التم هي الانترنال فيتشرز اللي جوه عشان تشوف حركه الفاينز دي ازاي جوه الروك نفسها. سواء التم او السم انا محتاجهم مع الاكس راي ديفراكشن اللي هي الاشاعات اللازمه اللي انا بعملها قبل ما بعمل اي حاجه وبعمل لها انجكشن بعد كده بفلويد. يعني زي ما انت شايف كده الروك سامبل اللي عندي دي، انت شايفها كروك بس الروك دي جواها مينرالز، انا محتاج اعمل لها اشاعات وتوصيف للاشاعات دي علشان اعرف نوع المينرالز اللي انا هحط لها نوع الكيميكالز المناسبه بعد كده. فدي السلايد اللي انا عايزك تبقى فاهم كويس. اول روك لوكس لايك ذس ان ذا فورميشن دامج سيل. طبعا في ممكن السكالز. ايه السكالز دي؟ انا بقترح حضرتك تقفل الكاميرا عشان هي بتاثر على سرعه الانترنت. ايوه يا دكتور احمد، انا كان دي عباره عن انكم بتبريدي بين الووتر انجكت الووتر. دكتور احمد تغلق الكاميرا عشان هي بتاثر على سرعه الانترنت. ايوه سامعك. الكاميرا بتاثر على سرعه الانترنت. سامعني انا قفلتها والله قفلتها. هي لسه بتقول معلش عشان الصوت بيقطع بس ف اللي هي لسه مفتوحه اعتقد. طيب. مش عارف. سامعني يا ابو حميد؟ تمام يا دكتور سامع. تمام. طيب لو جينا اتكلمنا على الاسكال، هي عباره عن ديبوزيتس انكم في نتيجه البي اتش تشينج. عشان تعمل كومبيتابيليتي تيست، تيست كده باخد ميه من الفورميشن نفسه وميه من اللي انا بحقن بيها سواء دريلنج فلويد او حتى انجكتد فلويد، وبشوف البي اتش دول لو اتغيرت البي اتش ما بين الميه الانجكتد ووتر كدريلنج فلويد ما بين الفورميشن ووتر اللي جوه، هيحصل في بعض اللي هي بيسموها السكالز. فين السكالز دي؟ يا اما في البرفوريشن انترفال او في التيوبنج سترنج اللي عندي، وبتقفل لي المكان اللي انا باين منه وتعمل لي ميشن. ف ده ممكن يبقى جبسم، ممكن يبقى فاليوم سلفيت، ممكن يبقى ايرن، ممكن يبقى كرويت. ايه متعلمه عشان اعرف نوع الكيميكالز اللي انا هعدي بيها، مش اي حاجه كده اروح حاطط اتش سي ال اتش 2 اس او 4 وعالج السكال. نيفر. لان تعرف نوع الكيميكالز اللي حصل عندك عشان تقدر تعالج صح. يبقى عندي برضو الكالسيوم كاربونيت لها علاج، الفاريوم سلفيت لها علاج، كل واحد من دول. كمان البارافينز لو تسمعها نتيجه الريدكشن في البريشر والتمبرتشر،
لما باجي احفر بير من الابار البريشر بيبقى جوه البي زون او جوه الريزرفوار والتمبرتشر مختلفين تماما عن البور هول. وانت بتنتج بيتحرك من الفورميشن للبور هول او نتيجه للتيوب سترينج او نتيجه البرودكشن بايب لاين ونتيجه انخفاض الحراره واختلال ضغط بيحصل ترسيب من بعض المواد المعينه يا اما مواد دايبه زي البطينات او مواد ما بتدوبش زي الاسفلتين. سواء مواد دايبه او مش دايبه بتقفل البورز وبتعمل مشاكل كبيره جدا. التار ده عباره عن اسفلتين هو سو سمبل هو ديبوزيتس ما بتدوبش هو عباره عن اتقل انواع هيفي اويل ديبوزيتس اللي هو عباره عن ديزولفد بيدوب نوع من الاسفلتين بيدوب الواكس اللي هو الشموع اللي بيدوب في البورصه السم او التار او الشموع كل دي كيميكال بتترسب في قاع البير وبتسبب لي فورميشن دامج وتعمل لي مشاكل. فين بيحصل الكلام ده؟ بيحصل اراوند ذا بور هول زي ما انت شايف كده بعد ما بتخرج زي ما انت لو جبنا عينه من الكيسنج من هنا او البلاجنج للبورز من هنا بلاقي في عندي من نوع من الفورميشن دامج بيحصل في الحته دي الانديربيليتي ولازم عارف أنا أقدر أحدد إيه اللي حصل سواء برافين أو أسفلتين أو ميكسينج أويل أو أسيدز. ده للأسف الشديد بيسدي لي البايكس بيسدي لي تيوبينج سترينج. إيمالجن كلمة إيمالجن هو إتس كيميكال مين تو إيميرسيبل فلويد زي الزيت والمية لا يمكن. معلش يا دكتور أحمد. فعشان كده لو في بي إتش ممكن يعمل لي نوع من الإيمالج أو من الإيمالج. دكتور احمد ابو حميد معايا سامعين يا جماعه الصوت لسه بيقطع شويه والسلايد مش ظاهر السلايد عامل الوان غريبه فممكن حضرتك تقفل الشير وتفتحه تاني لان وكمان الصوت مش ظاهر قوي يعني يعني الأم الإنترنت هي سيدي الأدوات اللي هي دي مش فاكرس هي connected public مريضة شو بكي احمد مصطفى بعد اذنك في الاول اسمح لي مصطفى اديني ثلاث دقايق بظبط النت بس فاكر حضراتكم سامعيني دكتور احمد بيعتذر ليكم الانترنت فيه مشكله عندهم في المعهد فاحنا بنستاذنكم لو ننهي المحاضره على كده ونكمل بكره المحاضره بتاعه الفورميشن دامج ان شاء الله هقول لكم بالظبط ميعاد المحاضره بكره ان شاء الله مع المحاضره الثانيه المختصه بالكور بروزيتي فالروابط كلها انا ارسلتها على الايميلز بتاعت الناس اللي سجلت فاللي ما وصلوش الايميل وسجل في التدريب يا ريت يبعت لي ويقول لي في مشكله لو في مشكله ان انا ابعتها له تاني مفيش مشكله ممكن تتواصلوا معايا على الايميل او الواتساب وان شاء الله نشوفكم بكره باذن الله المحاضره بكره هتكون عن البروزيتي رابط المحاضرة أرسلته وهيكون الساعة 2:30 ظهرا إلى 4 عصرا
واحنا ممكن نظبط وقت قبل المحاضره دي مع دكتور احمد، وهقول لكم بالظبط على ميعادها، وان شاء الله نكمل محاضره اليوم. شكرا لكم الحضور، ونعتذر عن المشاكل اللي حصلت في الانترنت، ونتمنى نكون تكونوا استفدتوا النهارده، وان شاء الله تكمل.